إذا كان هناك حفل زواج أقارب وكان فيه ضرب دفوف أي ما يسمى الآن بالطقادات، هل أذهب لأرى أقاربي وأسلم عليهم وأبارك في الزواج أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الحفل إذا كان فيه منكرات كان يكون فيه تصوير للنساء أو يكون فيه موسيقى أو يكون فيه أغاني بمكبرات صوت أو أغاني بدون مكبرات صوت، أغاني لاجنة أو أغاني بالألحان المعاصرة، فهذا لا يجوز حضوره إلا لمن يقوى على إنكاره والمنع منه. وأما مجرد ضرب المثال الدفوف وأن يغنين بصوت معتاد وبشعر نزيه ولا يخرج أخذ أصواتهن المحيط النساء، لا بأس بذلك، بل هذا من السنة لأن فيه إعلانا للنكاح. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح وضرب الدف، ورخص للنساء أن يغنين بما جرت به العادة إلا لا محذور فيه. أما نظام الأغاني المعاصر والمكربات والموسيقى والتسجيل تصوير بالفيديو أو بالكاميرا، هذه كلها منكرات يجب أن تنزه عنها حفلات الزواج وأن يقتصر على ما شرع الله سبحانه وتعالى. وإذا كان حفلات تشتمل على شيء من هذه المنكرات فإنه لا يجوز حضورها ولو كانت للأقارب إلا لمن يقوى على إنكارها والمنع منها. الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.